تلموند نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في تحضيرات شهر رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتوا. وكتاني فيديو في هاد التحضيرات هادو سبق لي وشاركت معكم طريقة تحضير العسل الحر في الدار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلطانة الموائد المغربية الرمضانية بامتياز اللي هي شباكية. سبق لي وشاركت معكم في القناة جوج الأنواع ديال الحلوى الشباكية هادي عامين. شاركت معكم الشباكية المخزانية الوصفة الخاصة والمعتمدة في القصر الملكي اللي نالت استحسان وإعجاب بزاف ديال الناس وبزاف ديال التطبيقات وصلوني عليها وكانت ناجحة بامتياز لكاع الناس اللي جربوها من ناحية الهشاشة من ناحية المذاق جا طوب ومن ناحية كذلك طريقة حصرية كانت على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة التعسال طريقة جديدة وغير متداولة في تعسال الشباكية اللي كيخليها كتجي شاربة العسل ومعلكة في نفس الوقت. كذلك شاركت معكم الشباكية الفيلالية أو الشباكية السلطانية اللي كانت كذلك حصرية على مواقع التواصل الاجتماعي من أقدم أنواع الشباكية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم شباكية من نوع آخر ما كتشبه لتشي شباكية أخرى رائعة مميزة وصفة حصرية على قناتي والأول مرة في اليوتيوب اللي هي شباكية المروزية. شباكية المروزية علاش سميتها شباكية المروزية؟ هي وصفة مبتكرة وصفة من ابتكاري حاولت أنني نصوب شباكية مميزة ومختلفة على باقي أنواع الشباكية. القوام فيها شوية مختلف فيها بزاف ديال المميزات اللي كيخليوها كتجي من ألد أنواع الشباكية اللي تقدروا تصوبوا وتصدموا بها فراد العائلة وضيافكم في المائدة الرمضانية كي كتشوفوا كتجي كلها مجعبة كلها شربة العسل كلها جيوب من الداخل. كنختار بشكل عشوائي اللي هزيتها وقسمتها كتبان لكم انها مجعبة كاملها ومعلكة وكلها عسل من الداخل. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوف المكونات وطريقة تحضير شباكية المروزية. هنا عندي اللوز، انا الكمية اللي غادي نصوب هنايا غادي اولا غادي نخدم بها جوج نواع ديال الشباكية. الناس اللي بغاو يديروا غير الشباكية بالقياس ديال النواشف اللي غادي نعطيكم كديروا غير النص ديال هذه الكمية هادي. عندي هنايا جوج كيسان د العنبة ديال اللوز، هنا خدمت باللوز البلدي. جوج كيسان د العنبة ديال اللوز خديتهم ودرتهم في الماء طايب وفسختهم بهذا الشكل هكذا، درتهم في هذه الطنجره. غادي ناخذ هذه الطنجره نديرها على عافيه تكون مهيله، غادي نبقى على عافيه مهيله كنحرك في الحبات ديال اللوز. من بعد ما دوز اللوز تقريبا واحد العشرة ديال الدقائق على عافيه مهيله ما كنزقاش من التحرك. غادي نزيد عليه قياس جوج معلقات كبار ديال السمن المذوب اولا اودي السمن المذوب، سبق لي وشاركته معكم في القناه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف الناس اللي بغاو يشوفوا طريقه التحضير ديالو. وغادي نزيد مع هذا السمن قبصه ديال الملحه وما نزقاش من التحراك ونبقى كنحرك حتى كيذوب هذا السمن اودي. ما عندكمش اودي كتخدموا بالزبده نوازيه. بقيت كنحرك تقريبا واحد جوج حتى ثلاثه ديال الدقائق. غادي نزيد قياس واحد نص معلقه كبيره ديال قرفه بلديه مطحونه ومغربله ونحرك. معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الكوزه غادي نحكها. غادي نحرك هاد الكوزه مع باقي المكونات. ملي كتزيدوا القرفه وهذيك شويه ديال الكوزه ما كطولوش بزاف فوق العافيه باش ما يتحرقوش التوابل. وغادي نزيد قياس جوج معالق كبار ديال العسل، الا كان عسل النحل اولا العسل الحر كان احسن. ما عندكمش كتخدموا باي نوع من انواع العسل اللي كيتباع في المحلات التجاريه بشرط ما يكونش ديال السكر. ونحرك صافي. من بعد ما زدت العسل خليت المكونات تقريبا واحد جوج دقائق فوق العافيه كيغلاو. وغادي نطفي هاد المكونات بمعلقه كبيره ديال مزهر نوع زوين. من بعد ما زدت مزهر حركت واحد دقيقه ديال الوقت غادي نطفي عليه العافيه. غادي نزيد على هاد اللوز قياس جوج كيسان د العنبه ديال ججلان بلدي مغسول منقي منشف ومحمر. يلا حمرتو كتزيدوه على هاد اللوز هذا وهو سخون. وغادي نخلي هاد الخليط حتى كتهبط شويه درجه الحراره ديالو ما يبقاش هكذا سخون غير يولي غير دافي ونعاود نرجع. وهي دافيه كطحنوها. غادي ناخذ هاد العقده هادي نطحنها في الروبو. من بعد ما طحنت العقده كتجي هكذا طحنتها مليح حتى تقطعات منها باش كتحصلوا على خليط كيجي بهذا الشكل هذا.
حاجتي غير بنص هذه الكميه هي باش غادي نخدم هذه الوصفه ديال اليوم ان شاء الله، والنص الاخر غادي نخليه حاجتي به نصوب به نوع اخر ديال الشباكيه. لا بيد ما نوجد لا ميزون بلاس ديالي ولات شكل ديالها هكذا، بما انه الجو بارد ولات كريميه كتجي هكذا معلكه. هذه نص الكميه غادي نردها نفس الروبو فاش كنت نطحنها. غادي ناخذ هنا مسكه حره واحد ثلاثه الحجرات ديال المسكه، غادي نلقهم في هذا المهراز ما زدت عليهم لا سنيده لا والو. غادي نزيد هذه المسكه على هذه التليكه، قبصه ديال الملحه. هنا عندي العبار اللي غنعطيكم بالكاس ديال العنبه باش كاع الناس ياخذوا العبارات مضبوطين. هنا عندي نص كاس العنبه ديال زيت جلجلان محمر، غادي نزيد هذا نص كاس العنبه ديال زيت جلجلان. عندي هنا نص كاس العنبه ديال الزبده، يا اهم حاجه هي الزبده تكون من اصل حيواني من نوع ممتاز، كتاخذوها كتذوبوها كتحمروها حتى كيتحمر هذاك الحليب اللي فيها على شكل نوازيت، ردوا البال ما تحرقوهاش. هذا هو اللون الطبيعي ديال الزبده نوازيت، الا كانت غمق من هكذا راها محروقه، يعني بلا ما تزيدوها في الحاجه غادي تمررها وتعطيها مذاق الحراق. ما تخدموش بها وهي سخونه بطبيعه الحال، كتخليوها حتى كتبرد، غير هي ما تخليوهاش تجمد. شويه ديال روح الزهر من نوع زوين. عندي هنا كاس العنبه ديال ما زهر نوع يكون زوين يكون ممتاز. خديت كاس العنبه ديال ما زهر دفيته شويه وزدت ليه نص معلقه صغيره ديال الزعفران شعره اللي سبق ليا وصهدته في الفران ودقيته في المهراز اولا كتحكوه بين يديكم، اهم حاجه ملي كيتصهد كتدقوه ولا كتحكوه باش كتهرسوا دوك الشعيرات ديال الزعفران ما كيبقاوش هكذاك طوال. نص معلقه صغيره ديال توابل الشباكيه سبق لي وشاركتهم معكم في فيديو توابل وتلقيمات المغربيه بالتفصيل وبالقياس كل تابل شحال تخدموا شحال القياس ديالو اللي غادي تحتاجوا. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وعندي هنايا نص معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال السمن الحار او السمن الخاص بالسكسو اللي هو سمن بودراع، كديروا غير نص معلقه ما تكونش عامره. حتى هو شاركت معكم طريقه التحضير ديالو من السمن الزعفران شعره، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. جوج معالق كبار ما يكونوش عامرين ديال القرفه، بشرط تكون القرفه بلديه مطحونه ومغربله، انا هادي راه غربلتها في شطاطو اولا الغربال ديال الحرير. هنا عندي خليط ديال الزرارع، عندي معلقه كبيره ما عمراش ديال النفع البلدي، معلقه كبيره ما عمراش ديال النفع البستاني، ومعلقه كبيره ما عمراش ديال حبه حلاوه. كتاخذوهم كيتصهدوا شويه، ملي كيتصهدوا كطحنوهم كتغربلوهم حتى هما. وهنا غادي نزيد معلقه كبيره ممسوحه ديال سكينجبير بلدي ومطحون ومغربل. غادي تستغربوا انه سكينجبير في الشباكيه، تقدروا تبننوا الشباكيه كيجي فيها واحد المذاق رائع، بحال مذاق بحال كتاكلوا مروزيه بمعنى الكلمه، كي تكونوا كتاكلوا في هذه الشباكيه بحال كتاكلوا المروزيه بنكهه غزاله. عندي نص كاس ديال الخل درته في هذاك الكاس اللي كان فيه مزهر والزعفران، داكشي علاش تبدل اللون ديالو. هنايا خدمت انايا بالخل الابيض ما كيكونش المذاق ديالو مجهد. وهنا غادي ندير صفار بيضه، بياض البيض ما عنده ما يدير لكم في الشباكيه، ما كيزيدها ما كينقصها غير كيبرزتكم وقت الطياب اولا وقت تلقلي. الصفار ديال البيض في الشباكيه هو اللي كيخليها كتجي بحال المسكه، بغض النظر على التعسال بغض النظر على نوعيه العسل باش نتوما خدامين، هاد الصفار ديال البيضة ما عمركم تحقروه. صفار بيضة بالنسبه للكيلو ديال الدقيق هو اللي كيعلك الشباكيه وكيخليها ملي كتكونوا كتاكلوا فيها كتحسوا بها معلكه بين راسكم بحال كتاكلوا المسكه. غادي ناخذ هاد المكونات غادي نطحنهم مليح. عندي هنا قياس كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات نوع ممتاز غربلتو، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه من وزن 8 غرام. شخصيا ما كنديرش الخميره ديال الخبز في الشباكيه، غادي نخلط هاد الخميره الكيماويه مع الدقيق وغادي نزيد هاد الخليط اولا هاد التعليكه اللي طحنت كتشوفوها طحنتها مليح حتى انسجمات. من بعد ما خويت هاد التعليكه على الدقيق غادي نبدا كنخلط في الشباكيه، وكنوجد حدايا ما زهر، كنحط القرعه ديال ما زهر وكنحط حدايا الكاس ديال العنبه، وكنبدا كندير نص كاس بنص كاس كميه ما زهر باش غادي تكملوا الجميع ديال العجينه على حساب نوعيه الدقيق باش نتوما خدامين واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا هنايا وجدت نص كاس ديال ما زهر وغادي نبدا وانا كنجمع هكذا حتى نجمع العجين مع هاد التعليكه.
غادي نبدا نبسس في هذا الدقيق بهذه التعليكه اللي درت. بعد ما بسست الخليط هكذا كتشوفوا كيجي كرامبلي او كيجي مرمل. غادي ندوز دابا باش نبدا نزيد في هذوك النصيصات ديال الكيسان ديال العنبه ديال مزار. نص كاس كترشوا هكذا وكتبداو تجمعوا، وانتم كتجمعوا هكذا بشويه، ما تبقاوش تزيدوا نص كاس نص كاس، عاودوا بقاو تزيدوا هكذا بشكل متتابع، كتزيدوا نص كاس وكتبقاو تحركوا في العجينه هكذا، وكتعطيو الفرصه للدقيق انه كيشرب باش يعطيكم العبار شحال باقي خاصو ديال مزهر. عاود غادي نرش نص كاس، باقي خاصني مزهر، غادي نعاود نزيد نص كاس اخر. من بعد ما زدت نص كاس اخر ديال مزهر غادي نبدا نديو نجيب في العجينه هكذا باش كتطلق هذاك الجلوتين اللي كيكون فيها، وكتعطيكم القياس واش خاصها السوائل ولا لا. انا غادي نحبس ما غاديش باقي نزيد مزهر. صلاة النبي، القياس اللي درت معكم ديال مزهر هو اللي كفاني. من بعد ما زدت هذيك التعليكه على الدقيق كفاتني كميه ديال كاس د العنبه عامر ديال مزهر ونص. وانتوما عينيكم ميزانكم كتشوفوها كتجي قاصحه، غادي ندلك فيها هكذا، نديها ونجيبها هكذا، نبقى ندلك فيها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. جمعت العجينه الشبكيه هكذا في الماليمونتير هكذا بشكل طولي، غادي نكلكمها عاود في سربيته تكون نقيه حيت الجو دابا بارد باش تبقى دافيه، ونخليها هكذا في الكوزينه. غادي نخليها شخصيا تبات لانه دابا صوبتها بالليل باش نربح الوقت. عندكم الوقت صوبوها بالليل وخليوها ترتاح حتى لغد، ليه عادي يسرو في الخدمه ديالها. كنتو زربانين بغيتو تصوبوها في نفس النهار، اقل حاجه تخليوها ترتاح من ساعه ونص حتى لساعتين. من بعد ما كترتاح كتطلق وكترطاب. غادي ناخذ هذه العجينه وغادي نقسمها على تقريبا واحد 6 حتى 7 ديال الحصص ديال العجينه يكونوا متساويين. من بعد ما شكلتها هكذا على شكل حرابل غادي نجمعها في الماليمونتير ونخليها ترتاح باش مني نبدا نورق فيها تجيني سهله في الخدمه. شخصيا غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه. بعد ما خليت العجينه ارتاحت تقريبا واحد نص ساعه غادي نبدا ناخذ بودان وغادي نبدا نورق فيها. من بعد ما سرحتها بهذا الشكل بالطول وبالعرض غادي نبدا نتني فيها باش نورقها. غادي نجيب الطرف التحتاني كتشوفوا هاي كتعطي الطوع بهذا الشكل، والطرف الفوقاني نجيبو تاني فوق التحتاني. غادي ناخذ العجينه ندورها للعرض هكذا ونعاود نسرحها بشكل على الطول بهذا الشكل. غادي نجيب هاد الحاشيه لهنا وهذه اللي لتحت لهاد الجهه، وكتاخذوا هاد الجنب هذا تجيبوه للفوق. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي اللي ورقتها كنغطيها في الماليمونتير. كتبداو ديما باول وحده خدمتو اولا اول وحده ورقتو باش تجيكم الخدمه سهله. الا كنتو طالقين يديكم اولا بروفيسيونيل في الشباكيه تقدروا تخدموا هاد السمطه كاملها. كنتو مبتدئات اولا خفتوا انها تغلبكم كتاخذوا هاد السمطه ديال العجينه وكتبداو تقصوا فيها بالموس اولا كتقطعوها بالموس. باش نحاول انني نبسط لكم طريقه تحضير الشباكيه، غادي نقطع هاد السمطه ديال العجينه على 4. كاين بزاف الانواع ديال الجرارات في السوق، كاينه هادي وكاينه هادي. هادي الجرارات التقليديه، بغيتو تخدموا بهادي تبارك عندكم كامل الحريه. بغيتو تختصروا الوقت وتخدموا بهادي حتى هي كتخدموا بها، كاين فيها احجام مختلفين. كاينه هادي ديال الخمسه او ديال الخماسيه، وكاينه السداسيه يعني الشباكيه الخماسيه اللي كيكونوا فيها خمسه الاشرطه، وكاينه السداسيه اللي كيكون في بلاصه خمسه كيكونوا 6. كنحيد اليد هادي كنزولها بحال هكذا. غادي نسرحو بالمدلك شويه نطلقو واحد شويه باش تجيني الخدمه في الماكينه سهله. بعد ما سرحت الطرف ديال العجينه بهذا الشكل غادي ندوز دابا للماكينه ديال الطوراق.
بالنسبه للماكينه ديال الطرق باش غادي نخدم شخصيا، عندي رقم واحد هو الجهه العريضه، ورقم 6 هو الجهه الرقيقه. غادي نشرح لكم طريقه الخدمه بهاد الطريقه هذه، وبالنسبه للناس اللي عندهم كذلك ماكينات اللي كيكون العكس، رقم واحد اللي كيكون هو الرقيق، ورقم 6 اللي كيكون هو العريض. بالنسبه للماكينات اللي كيكون رقم واحد هو العريض، غادي ندوز العجينه الطريقه الاولى في رقم 2، غادي ندوزها المره الاولى في رقم 2 وعاود ندوزها مره اخرى في نفس الرقم، غادي ندوزها دابا في رقم 2 جوج مرات. من بعد رقم 2 غادي نقلب من 2 ل4، غادي نعاود ندوزها في رقم 4 جوج مرات بنفس الطريقه، المره الاولى ونعاود المره الثانيه. بعد ما دوزتها جوج مرات في رقم 4 غادي نديرها في رقم 5 وندوزها مره واحده في رقم 5 فقط، ما نعاودش مره اخرى باش كتخرج رقيقه في القياس المناسب، ما تمحنكم ما تقطع ما والو، باش في الاخير كتحصلوا على شريط ديال العجينه كيكون هكذا رقيق. ردوا البال، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما خصهاش تكون ثاني غليظه. الا كان عندكم العكس، رقم 1 هو الرقيق ورقم 6 هو اللي غليظ، الطريقه الاولانيه اللي كدوزوها في رقم 5، كدوزوا العجينه في رقم 5 المره الاولى والمره الثانيه. من بعد رقم 5 كدوزوا الطريقه الثانيه في رقم 3، كدوزوا جوج مرات العجينه في رقم 3. من بعد رقم 3 كديروا رقم 2 وكدوزوا العجينه مره واحده فقط في رقم 2 باش كتحصلوا على العجينه اللي كتكون هكذا رقيقه. غادي نجيب الجراره وغادي نبدا ونضغط عليها مليح باش هادوك السنينات كيقطعوا لي العجينه بهذا الشكل. غادي نحيد هاد الزوائد، كتشوفوها كتقطع بشكل مزيان، وغادي نبدا ناخذ القطع ديال الشبكيه باش نشبكوه، الشريط الاول على الشريط الثالث هكذا. الشريط الثاني كيبقى هنا، كتجيبوا صبعكم من هنا وكتهزوا هاد الشريط الاول والثالث وكتجيبوهم على الشريط الخامس بهذا الشكل، سنينات على سنينات، وكتجيو لهاد الحافات اللي كيكونوا في الجنب كتسوديوهم هكذا وتعاودوا تسوديو باش ما يتحلوش بهذا الشكل، وكتجيبوا صبعكم هنا كتجروا اولا كتجبدوا غير شويه كتيريو وكتحطوها باش كتفينيو الشكل النهائي ديالها. هاد الاشرطه كتجيبوهم تستفوهم هكذا، وكتجيبوا هاد اللودينات هادو كتزيروهم هكذا كتسوديوهم باش كتحصلوا على هاد الشكل هكذا. الشباكيه من بعد ما ساليت الشباك ديالها بهذا الشكل خليتها حتى نشفات، شخصيا خليتها 6 السوايع نشفات مليح، كتشد راسها مليح. بالنسبه لاول مرحله في الطياب هي الخدمه ديال العسل، سبق لي وشاركت معكم طريقه عسل الشباكيه، كانت طريقه حصريه على اليوتيوب لاول مره في القناه عندي، هذه عامين. طريقه عسل باش كنعسل شخصيا الشباكيه ماشي هي نفس الطريقه اللي رايجه في وسائل التواصل الاجتماعي. كتاخذوا العسل، سبق لي وشاركت معكم العسل سواء ديال داك العام اللي كيكون عسل صنع منزلي، عسل حر بمذاق الدغموس، اولا العسل اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، عسل ليمون بنكهه ديال العسل الحر. فانتوما كتخدموا باي نوع من هاد الانواع اللي شاركت معكم، الا صوبتوه في الدار او العسل ديالكم نتوما عندكم وصفه معتمده كتخدموا بها، او الا شريتو عسل من عند الناس اللي كيبيعوا الحلوى الشباكيه، او الا شريتو عسل من المحل تجارية، اي نوع من انواع العسل، بشرط العسل ديال الشباكيه خاص يكون عاقد. كتشوفوا العسل باش غادي نخدم شخصيا عاقد وشاد فراسو. شعلت العافيه على العسل، غادي نخليها على عافيه تكون شويه مهيله، ما تجهدوش البوطه باش ما يتحرقش، وغادي نزيد عليه عندي هنا شويه ديال الزعفران شعره، سبق لي وصهدته في الفران باش ملي نحكو هكذا دغيا كيتحك.
غادي نخلي هاد العسل على عافيه مهيله حتى كطلع فيه الغليه كيغلى، ماشي غير كيسخن كيغلى. هاد العمليه هادي كتخلي الشباكيه كتجي مشربه العسل. العسل دابا بدا كيغلى، غادي نخليه على عافيه مهيله ديما حتى كيجيب الغليه كيفيض وكيدير واحد الرغوه من الفوق. ديجا منسم العسل دايره فيه الزعفران ومنسم بالقرفه ومجموعه من المكونات، فعاود زدت ليه الزعفران. نتوما ماشي مجبرين انكم تزيدوا الزعفران، كتشوفوا انه غادي وكيفيض بحال الحليب. هاد المرحله صلاة النبي غادي نطفي عليه البوطه، نحيدو نخليها على جنب، ما غاديش نخدم به هو هكذا نيشان نطفي فيه الشباكيه، لا غنحطو على جنب نخليه باش كتهبط درجه الحراره ديالو شويه، عاد ديك الساعه نقدر نبدا الخدمه ديال الشباكيه. في هذا الوقت هذا فاش كيرتاح العسل وكتهبط درجه الحراره ديالو غادي ندير الحمام ديال الزيت باش يسخن. بعد ما هبطت درجه الحراره ديال العسل غادي نسمو بشويه ديال روح الزهر غير شويه. غادي ناخذ هذا العسل وغادي نقسمو على جوج ديال الحصص، غادي نخلي نص هنا في هذيك الدره ونص الاخر غادي نديرو في زلافه تكون شويه عريضه باش نبدا كنخلف القليات. بعد ما كتاكدوا ان الزيت سخنات ما كتسخنوهاش بلا قياس باش ما تلهبش لكم القليه الاولى ديال الشباكيه دغيا كتحمر ما كطيبش من الداخل، وما كتخليوهاش ثاني على عافيه مهيله بزاف على عافيه متوسطه، كتخليو الزيت ديال القلي اولا الحمام لانه خصو يكون حمام ديال الزيت. الشباكيه خصها تعوم في الزيت باش كيكون الطياب ديالها هو هذاك. غادي نبدا كندير في الشباكيه في الزيت، غادي نبدا كتاخذوا شي عود اولا فرشات وكتبداو كتحركوا فيهم هكذا غير بشويه وكتقلبوهم مره على الوجه مره على الظهر باش كيطيبوا بشكل متساوي. كل قليه كتقليو الشباكيه ما كديروش بزاف ديال الشباكيه في الزيت باش ما تغلبكمش. صلاه النبي بعد ما تذهبات غادي نحيدها من الزيت. انا هنا وجدت كسكاس درت فيه ورق النشاف باش نبدا ندير فيه الشباكيه بهذا الشكل. غادي نهزها من الزيت كنحطها فوق ورق النشاف دقيقه واحده ما كاملاش، غير نحيد منها الفائده ديال الزيت ونطفيها نيشان في العسل باش كتشرب العسل مليح. ونبدا كنطفي فيها في العسل نيشان، ما تخليوهاش مده طويله عاد طفيوها وهي باقيه سخونه، وكتحاولوا انكم تغطسوها بصفايه حيت كتكون هشيشه باش ما تهرسوهاش. غادي نخلي هاد القليه في العسل باش كتشرب العسل مليح. ندير القليه الثانيه نقليها نديرها من بعد ما كطيب في الكميه الثانيه ديال العسل اللي قسمت، النص الاخر اللي قسمت درته في زلافه ديال الزاج بوحدو، غادي ندير فيه القليه الثانيه حتى ندير القليه الثالثه. ملي طيب تقرب طيب القليه الثالثه عاد غادي نحيد القليه الاولى من هنايا. من بعد ما درت القليه الثالثه قربات الطيب غادي نبدا نصفي القليه الاولى. ملي كنحيد هاد القليه كنرشها بشويه ديال الزجل المحمر باش يلصق فيها ما حد العسل باقي سخون، وشويه ديال اللوز محمر ومهرمش حتى هو رطبه. الشكل ديالها كيجي غزال، شوفوا هنا مورقه في القلب ديالها كلها مورقه. تشوفوها كلها مجعبه من الداخل. الشكل النهائي ديال الشباكيه من بعد ما وجدات شخصيا خليتها بات ليله كامله حتى لغد ليه باش نوريكم انها واخا كتبات وتعاود تبات كتبقى محافظه على اللمعان ديالها. العسل كيبقى في القلب ديالها ما كتشربو ما والو، كتبقى معسله معلكه هشيشه كدوب في الفم، واهم حاجه مذاق كيحمق كتجي الخوار. هاد الشباكيه من ألد انواع الشباكيه اللي تقدروا تصدموا بها افراد العائله والضياف في المائده الرمضانيه المغربيه. طريقه الاحتفاظ كديروها في بوطه تكون مسدوده مليح، الله يجعلكم ما تخليوها عندكم حتى عام، كتبقى كانكم غير البارح صوبتوها كتلمع معسله ومعلكه. نتمنى الناس اللي غادي يجوا يجربوا هاد الوصفه يرضوا عليا الخبر في التعليق، رغم انني متاكده مليار في المئه نهار تجربوها غدعيو معايا وغترحموا لي الوالدين، وغادي تولي من بين انواع الشباكيه المعتمده عندكم. واللي داق عندكم هاد الشباكيه غيطلب لكم مكونات وطريقه
التحضير. ما بقى لي نقول لكم صحه وراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال شبكيه مروزيه ما تدخلوش عليا بلا لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.